الله يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يروحوا عيال تجري ويروح كده ما ينفعش. ضربني في صدري يا ابني والنبي. ضربني في صدري. واحد يقول لي ايدك يا حاجة. ما حدش يمد ايده على موكلتي، انا المحامي بتاعها. ولا عرفها حضرة الضابط. ما تخافيش، ما تخافيش قلت لك. بصي ما تقوليش اكتر من ان انا بريئه، انا مظلومه وحاسبي حد يجرجرك في الكلام. ها هتقولي ايه؟ انا جعانه يا ست، انا عازمك بعد الجلسه، هاكلك بعد الجلسه. نبي ركزي بقى معايا، ابوس ايديكي في عرض ابوكي علشان دي اول فرصه ليا. انت ممثل؟ لا مش ممثل. والنبي شكلك من الممثلين. يا ستي انا شكلي كده اعمل له ايه؟ بتمثل في الهند؟ في الهند انت؟ لا مش في الهند، ابوس ايديكي عشان دي اول قضيه ليا. اول قضيه؟ اه. ما اتقفشت في ايه؟ ما اتقفشتش يا ست، انت اللي مبسوطه وانا جايه ادافع عنك. ركزي بقى. بصي من الاخر بقى، قولي ورايا بس. انا بريئه. انا بريئه. انا مظلومه. انا مظلومه. انا اتلعب بيا. انا اتلعب فيا. ايه ياما اللي انت بتقولي؟ ياما عيب ياما، اتلعب فيكي ايه؟ امال اتلعب فيك؟ لا ما اتلعبش فيا ولا اتلعب فيكي. امال اتلعب في مين؟ ما اتلعبش في حد يا ست. امال فين الواد اللي اتلعب فيه؟ هندور عليه وهنمسكه ان شاء الله، وحاسبي حد يجرجرك في الكلام. ما حاسبي الله ولا ما تخافيش في اللي عرفنا عليك. وبعدين بقى يا ست ما توترنيش بقى، خليني اشوف شغلي. عايز اركز لو سمحتي. بص تعالي ننسى اللي فات ونبدا مرحله جديده خالص. ايوه. انا مش عايزك تقولي اكتر من اللي ورايا. ايوه ايوه قول. انا بريئه. انا بريئه. انا مظلومه. انا مظلومه. انا اتلعب فيا. شفت؟ شفت بقى؟ انت اللي طلعت بريسيسيون. انا اسف، انسي اللي فات خالص، لو سمحتي سيبيني اشوف شغلي. انت مين يا واد؟ يا ست هانم، يا امبراطورة الشرق، حلفت لك 100 يمين ان انا المحامي بتاعي. اول نري. انت المحامي بتاعي؟ اه. طب وانت انا جاي مكانك؟ معزوم على قضية. جاي الواد ريت يا ست، انا جاي اساعدك. شايفني مكسخة؟ يا ست شايفني عوجة؟ شايفني حورة؟ انا ايه اللي وقعني الوقعة السودة دي؟ وقعة سودة؟ ايه اللي وقعة السودة دي؟ يا ست يا ست يا كبير، انت بتنادي عليا يا ابن الواد. بصي وطرتيك. انا بص اخش الحمام وما تقليش ادبك تاني، ارجع من الحمام تكوني حفظت. يلا هيا كان بيزغلني في صدري. برا ان شاء الله يا ست قطاطا. انت مين يا عم امك انت كمان؟ برا ان شاء الله يا ست قطاطا. انت مين يا وليه؟ انا سنية. سنية؟ ازيك يا سنية؟ ازيك يا حبيبي؟ شفت يا سنية ابدا في قطاطا ايه؟ معلش معلش، في حد بينخورني في حابور وعايز يقعدني يا معلش يا حبيبتي، ربنا موجود وهينصرك ان شاء الله. انت مين يا وليه؟ انا سنية. سنية مين دي؟ يلا يا حبيبي. يلا يا براجل يلا. انا مظلومة. مالك يا ست قطاطا؟ مالي يا ابني، ما انت شايف الحموله الزايده اللي انا شايلها؟ ده انا بخبر امشي بالليل لتقفش في لجنه من البروز اللي انا ماسك. امسك كويس. انا يا جنس. قومي على القفص يلا. القفص ليه وانا حبيب؟ سيبوني بقى هنا اتفرج على فيلم انا لوحدي. يا ست خليني اشوف شغل، انا عندي الضغط. سيبوني اتفرج على فيلم بتاع الفيلم بقى. انت ازاي بتكلمها بالطريقه دي؟ رقم اولا دي ست كبيره، لو سمحت سيبنا لوحدينا شويه. انت مين يا واد؟ لو سمحت انا ممكن اصعد الموضوع، فين حقوق الانسان؟ معاك دقيقتين. ابو الحسن جاي علينا ايه؟ عشان خاطر ركزي معايا بقى، عشان خلاص جه وقت التركيز، احنا جوه المحكمه. محكمه؟ احنا جوه محكمه؟ احنا ما اتفقناش على كده يا كابتن. ما تفرقناش ان احنا هنيجي جوه. انت مين يا واد؟ انا مين ايه؟ انت بتشغل ايه؟ مدرب كاراتيه يا ستي، هو انا مش باين عليا ان انا محامي خالص؟ والنبي يا ابني وانا راجل لو باين هقول لك، انت زي ابني يعني. طب الروب ده ما بيفكركيش بحاجه؟ اه بيفكرني. بايه؟ بالراجل الوطواط. وطواط ايه بس؟ بتاع التلفزيون، زي المسلسلات بتاع باك مان والسايتر مان. هي جلسه مش معديه، انا عارف، انا مش مكتوب لا ترافع خالص. قومي يا ست بقى، خلصينا بقى، قومي بقى. لو سمحت لو سمحت، انا اتكلم معاها بطريقه احسن من كده. خليني اشوف شغلي. لو سمحت. مين هيخش القفص؟ امك. دخلها. قومي بقى. طب الفيلم هيبدا امتى؟ قومي غلبتيني. يلا يلا جنتو 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 يلا. خلاص يلا قبل ما نفترق من بعض، المراجعة النهائية بقى. ماشي يا واد. انت مين يا واد؟
واد مين ايه؟ ما انا هو اللي كان هناك. انت ضرب بمنظرين؟ لا انا هو واحد بس. انت واحد بس؟ يلا بقى نروح نرجع محكمة. انا رقيع، انا مظلومة، انا سافرية. سكوت. اكشن. انا مريعة مظلومة وسافرية. سكوت. النيابة تفضل. سيادة القاضي، حضرات المستشارين، قامت المدعى عليها قطاطة عطعوت باستغلال براءة المواطنين البسطاء وظروفهم الصعبة والملحة، وأوهمتهم بقدراتها العجيبة على استثمار أموالهم وتحقيق أكبر عائد مجز لهم في حياة الملايين. اسلم حنكك. أوه يا سكارة، والنبي صوتك حلو، ما تعمل شريط ويتنزلوا. سكوت. أكشن. لقد قامت بجمع أموال ومبالغ طائلة تخطت ملايين الجنيهات. أعترض. أعترض يا سيادة القاضي، ده ظلم وافتراء بين. ليه كده طيب؟ ليه بتبوظي ستايلي ليه؟ كمل يا سكارة، كمل يا سلام حياتك. لقد استولت على ملايين الجنيهات قرابة 3 ملايين جنيها مصريا. لا، أنا كنت بعد أول بحبك عشان أنت كنت ماشي كويس، إنما دلوقتي مش أنا بحبك، لأن هم أصلا 20,375,000 جنيه و80 يا أما اسكتي، يا أما اسكتي خالص، ما تتكلميش خالص. وفي إيه؟ سكوت. سكوت. أرجو إثبات ما تقوله المتهمة بمحضر الجلسة. أيوة كمل يا أستاذ، كمل. ليش لمبوعك؟ يا ستي أنا اللي أقول مين اللي يكمل ومين اللي ما يكملش. لا، ده كان زمان قبل الثورة، لكن دلوقتي خلاص الناس قلوبها شال منه الخوف. تفضل كمل يا أستاذ، كمل. سكوت. أكشن. النيابة تفضل. فبعد أن قام المساكين بتسليم ما يملكونه من حطام الدنيا لها، أيوة، بدأت المتهمة في المماطلة والتهرب من إعطائهم الفائدة المنتظرة أو حتى أصول أموالهم. أيوة، اسخن بقى كده. زاعمة أنه قد تم التغرير بها. صلاة النبي عليك، أبعد لها بس مهندس، اتلعب بيا. والله العظيم يا ست لو ما سكتي لديكوا حكم عشوائي. حقك، ما انت رئيس لكل المصريين. يا ست قطاطة، انا هنا رئيس المحكمة وبس. وضحت؟ خلاص طيب، ما تزعلش كده يا حضرة الظابط. حضرة الظابط، انا مش عارف واحدة مغيبة زيك ازاي تضحك على الناس وتلم كل فلوسهم كده بمنتهى الرضا. ايه ده بيقول ايه ده؟ كنت بتعمل لهم ايه؟ بتسحر لهم؟ صدقت يا سيادة القاضي، فالثابت من التحقيقات وإفادة الضحايا تفيد أن المتهمة كانت تسيطر على عقولهم بكلامها المعسول وقدرتها العجيبة على الإيهام الذي يصل إلى حد سلب الإرادة، وكأن فريستها قد وقعت تحت تأثير التنويم المغناطيسي، فيفعل ما تأمره به مهما كان. يعني وحدة حباها المولى عز وجل بخيال خصب يتمناه أعظم الكتاب والمؤلفين، بدل ما تستخدم القدرة دي في الخير وفيما هو مشروع، أخذت تستغله في الدجل والشعوذة والفسق. سعادتك، ودي تهمة تضاف لجرائمها السابقة. طبعا. طلبات النيابة. أنا عايز واحد حيوان أمشي. يا ولية تلمي، عندك أي إضافة عايزة تقوليها؟ عايزة ترسم على حيوان أمشي. يا سيادة القاضي، لا تتركوها، لا تتركوها تراوغكم هكذا. يا صدام، النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة
قطعت عطعوط الزو. وشكرا لكم، شكرا لكم. هو ده هيبقى عسكري كبير قوي في الزبطيه هيظبطوك. سكوت، الدفاع يتفضل. ايه ده الكابتن وائل جمعه جه؟ وائل جمعه مين يا ست؟ الدفاع يعني المحامي، عندك محامي؟ انا هنا يا ست القاضي، حاضر عن المتهمه. ويا ريت ننسى اللي فات. ننسى اللي فات بس بقى عشان هترفع عليا دلوقتي. بس بس اتفضل يا استاذ. شكرا جدا سياده القاضي، و اولا احب اعبر عن سعادتي لوجودي وسطيكم، ويا رب المرافعه تنول اعجابكم. اديله ورده يا واد وبوسه يلا. بس بقى سياده القاضي، حضرات المستشارين، الساده الحضور، وانا وانت مرقص يا جدع. وتيت وتيت مرقص يا بدع. لو سمحت ممكن تسكتها عشان مش عارف اركز. سكوت اكشن. سكوت، ادخل يا استاذ في الموضوع. سادخل سيد القاضي. يرى ممثل الادعاء، ودي رؤيته سياده القاضي، ان موكلتي قد قامت بجمع مبالغ من المواطنين، ولكن هيهات ثم هيهات ثم هيهات. طب هيهات سيجاره بقى لحسن خرمت نافوخي. سكوت، كمل يا استاذ. في حقيقة الأمر سيد القاضي، أن الأهالي هم من سعوا ورائها وراحوا يتوسلون إليها. والنبي يا حاج قطاطة، والنبي يا خالتي قطاطة، خلي الفلوس دي عندي، خليها معاك وشيليها ويمشوا ويجروا. يا بنت تعالي يسيبوها ويجروا. سيد القاضي، وأن للتوسل مكانة كبيرة في قلوب المصريين. ولما التوسل سيد القاضي؟ لتأخذ أموالهم لتستثمرها عندهم لثقتهم فيها. معلش اعيد دي تاني، لثقتهم فيها. كذاب كذاب وحيادك يا استاذ الظابط. في يا ست القاضي بقى ما تسيطر شويه. سكوت. لثقتهم فيها وسيرتها العطره وروحها النقيه. انظروا الى وجهها. معلش ست القاضي، انظر الى وجهها. هل هذه تاخذ اموال من ناس عافيه؟ دي تاخذ اموال عافيه ازاي؟ منين؟ منين سيد القاضي؟ كذاب كذاب في اصل مصر. أنا اللي ضحكت على الناس وخدت منهم الفلوس، مش كل حاجة أنا عملتها. أرجو إثبات ما تقوله المتهمة بمحضر الجلسة سعادتك يا فندم. يعني محدش من الضحايا إدالك فلوسه كده من نفسه؟ نفر. وما بتنكريش كمان إن أنت خدت فلوسهم عشان توظفها لهم؟ جميل. يعني أنت معترفة؟ نقدر مش معترفة بحاجة، وبطلب البوليس. أنا بريئة، أنا مظلومة، أنا اتلعب فيا. أنا مش هكمل مرافعة سيد القاضي، لأن كل حاجة بانت على وضوح. أستأذن بشكل شيك عشان ما تحرجش أكتر من كده، ونتقابل في قضية تانية إن شاء الله بإذن الله. يا حبيبي الحمامة على الشمال، خش على طول. بس بقى بس بقى. خلاص خلاص، عندك حاجة تانية عايزة تقوليها؟ مشكلة يا جلالة الملك، في أيامك في أيامك يا جلالة الملك اتبهدلنا من بعدك. رفعت الجلسة للمداولة. محكمة. أنا بريء، أنا مظلومة، أنا اتلعب فيا. اسكتي بقى خلاص خلاص خلاص. أنا بريء، أنا مظلومة، أنا اتلعب فيا. قفشنا ولا إيه؟ يا عم بص يا عم، هو مش واجب برضه نقوم نواسيها وناخد مخاطرها؟ قال له نبقى عملنا الواجب. انت بتقول ايه يا عمنا؟ ما تخلينا في حالنا بدل ما نتهرش. نتهرش؟ انت كحول قوي يا اسمك ايه؟ قوم يلا هنضحك. يلا يلا. مساء الخير. هو مش حضرتك برضو الست ثانية اللي كانت ماسكة الشغل عند الست قطاطة؟ ايوه انا. قلبي معاك يا ست ثانية، والله غمة وهتنزاح بإذن الله. أيوة يعني مين حضرتك؟ طبعا ما انت مش هيجي على بالك تعرفيني، ما انت ياما شفت ناس داخلة وناس خارجة الله يكون في عونك. أنا يا ستي واحد من الناس اللي حطوا شقة عمرهم عند الست قطاطة، وفي الآخر طلعت من المولد بلا حب. بريئة والله العظيم يا بنت قطاطة، بريئة والله العظيم. مصدقك من غير ما تحلفي مصدقك. أنا عارف إن الست قطاطة كمان انضحك عليها. ربنا ينتقم منه بقى اللي عمل اللي عاملة المنيلة دي. هو أنتوا ما وصلتوش لحاجة؟
فص ملح وداب ولا لوش أثر، بس إن شاء الله هيقع لأن ربنا ما يرضاش بالظلم. ونعم بالله. بعد إذنك. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سادة الليل تأتي للقتيل وترقص في جنازته. اتفضل. متشكر يا بنتي. العفو العفو. محكمة! أنا مظلومة. اتفضل. حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع هيئة المستشارين على المتهمة سلامات عبد الغفار بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاس. مبروك يا بيت، مبروك. ثلاث النبي أحسن. وعلى المتهمة أطاطا عطعوط الزوج بالسجن 3 سنوات مع الشغل. أنا مظلومة، مظلومة بريئة، أنا بعرف عفية، أنا بدي ناس لناس. يا نهار أبيض. عباس بيه، عباس بيه. أيوة أنا عباس بيه. أمين. أنا عواطف. عواطف؟ خليني نام عواطف، بصحيني على المغرب عشان أصلي العشاء. مغرب إيه وعشاء إيه؟ ده إحنا بقينا الفجر واللي اسمها قطاطة هنا لسه ما مشيتش. قربي الدنيا، يا نهار أسود. وبكير الزفت ده فين؟ ده باقي 5 دقايق على التمام بتاع السجن. ما تقلقش، اهدى حضرتك وانا هخلي لك كل حاجه تمام. اصحي يا اختي. ايش معاك كده؟ انت معايا كده يا عازب؟ يلا يلا حضرين الفتار بريكفاست والكونتيننتال. كونتيننتال؟ كنت يا ريتني ما شفتك، كان يوم اسود يوم ما شفتك. عادي بس بقى، بس بقى، البنت نايمه. البنت دي حاطه على خيرها انا كده على الصبح. قومي بقى خلصيني. لا معايا مع بصي بقى، انا لسه صاحي من النوم وما قدرتش اتحرك الا لما اخد الاول الدش. دش؟ ده انت ابوك عمره ما شاف الدش الا في الطاوله. بنت انا نهر انت عمي يقول لك مره بحس يعني بس بقى. ونعم اعرف ان جدك لطيف. شوف البلوه اللي انت بلدت بيها دي. وبعدين التمام كل يوم 5:30 الصبح، 5 بالظبط تبقي تحت هنا، وانت اول ما سمعت اكس انزليله على طول. كدكس؟ مين؟ ما انا بسرق جامعه الدمر العربيه. انا نسيت الموضوع ده من ايام الانجليز. انجليز؟ ايوه. بكير؟ تمام يا باشا، قولي ما باشا. يلا يا قطاطة عشان نلحق السجن. يلا بينا، يلا بينا. والنبي ما انا بتعتقى مننا غير لما اكون مربى بالقشطة. مربى ايه؟ انا هكشم لك عشان يلا بينا كده. بص بعد ما خارجة من القلعة دي لما اكون مربى بالقشطة. خلص يا بكير. حلوة يا باشا. في كده رايح فين؟ يا بعد يا بكير فين مربى بالقشطة؟ يكونش نزل بيجيبها من شرب ودوسك ده يا عم. نعم. ده ايه اللي عباس النهر يا قطاطة؟ يلا يا اختي يلا وريني كراماتك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتعمل ايه دي؟
طيب حاضر. ازيك يا واد؟ الحمد لله ام قطط، سالت عليك العافيه. والله ما قطع بيا في السجن الواحد من غير سؤالك عليا يا ام قطط. خلاص يا واد، ايه بكابورت اتفتح في وشي؟ بس اقول لك، انا عايز اسالك على حاجه. هي الست لميس مش الحمد لله خفت ولا لسه؟ ايوه يا حبيبي خفت، خفت الجنبين وسابت قدام. والله العظيم ده فيك زي العسل يا ام قطط، هو ده اللي محببني فيك. والله لما بتفكرني بامي انا يا واد موقف دروعك كل شويه تقول لي ام ام، انا حاضر في العجل ده ازاي؟ ما انت زي ام ايه، العين تعلى الحجيب. لا تعلى يا عم امك بقى. ايه تحبي تروحي فين بقى؟ اروح فين؟ عند امك. شكلك مدرس يا خد تاكسي بالليل. والله دمك زي العسل. ايوه يا حبيبي. هذا مين ده؟ معقوله مش عارفاه؟ ده حبيبك. لا والنبي مين ده؟ حبيبي مين ده؟ مش عارفه. حسين فهمي؟ ده حسين فهمي يا قطاطة. حسين فهمي؟ يا اختي يا ما جه عندنا وقعد مع ابويا وخد ود معاه في الكلام، وابويا راح مديني وعلقه بالبيت ورماه من البلكونه. حسين فهمي؟ ايوه. ورجع تاني يوم قعد معاه عشان يتكلم معاه في المهر وفي القايمه، وبرضه ابويا راح رميه من البلكونه. قطاطة انت متاكده ان هو ده بيشتغل ايه؟ حسين فهمي بتاع الجنود اللي في السرطية. جنود؟ ايوه. ده ممثل، ممثل يا قطاطة، ممثل بتاع السينما. حرام عليكي، جنود. بس عرفته مش ده بتاع فيلم خلي بالك من بوزو؟ بوزو؟ ايوه. اسمه خلي بالك من زوزو. لا ما هو خلي بالك من ايه؟ ايوه. خلي بالك من زوزو؟ زوزو. خلي بالك من زوزو، ايوه. أنا طب جاب لي عيلنا بقى اللي جابه هنا في البيت السعادي، وانت بيتي بنوت وما ينفعش حد يقعد معاكي. يعني ايه يا قطاطة ده مرسوم؟ يعني ايه مرسوم؟ يعني هو مش قاعد، هو مش قاعد بيبص عليكي؟ لا يا قطاطة ده مرسوم. انا كنت يا حبيبتي عايزه ارسم الليمبي، فرسمت الروح اللي جواه طلع ده. يعني ده جوه الليمبي؟ ايوه. يعني الليمبي بلع حسين فهمي؟ بلع حسين فهمي؟ يعني في حد ممكن يبلع حد يا قطاطة؟ حرام عليكي هتموتيني. مش انت اللي بتقولي كان قاعد بياكل وراح بلع حسين فهمي؟ لا انا اقصد الروح اللي جواه، الروح اللي جوه اللي جوه اللي جوه الليمبي طلعت حسين فهمي. ايوه ايوه جوه الليمبي. هو ده يجي حاجه في الليمبي؟ حسين فهمي ده ايه اللي جنب الليمبي؟ هات صورة ده وهات صورة ده وبصي على بص حسين وشوفي خلقة الليمبي، والنبي انت بصي من يوم ما تعرف الفرق بينهم. الليمبي. ايه يا قطاطة مالك؟ قطاطة انا جعانة. جعانة؟ ايوه. انا فاكراكي ان عندك مشاعر ومتضايقة تقولي جعانة. يا اختي ما انا مش قاعد بتاع، انا عايز اكل. خلاص خلاص الاكل جاي دلوقتي، وعامله لك الاكله اللي انت بتحبيها يا قمر. ايه هذا؟ هعملها لك سربرايز. سربرايز؟ سربرايز اسمها سربرايز. يعني ايه؟ يعني مفاجأة. مفاجأة؟ اه. والعزيز الساعة كام؟ ايه ده؟ قطاطة! قطاطة انت ليه بتنامي فجأة دايما ليه؟ نومي ده تعبانة. تعبانة انا. تعبانة من ايه يا قطاطة؟ تعبانة في الشمس. عجبك كده اهو الصوت بكير جه وانت ما قلتيش اي حاجه. ايوه انا بقى عشان خاطر السجن بقى عشان تمام، خاطر متحيز العرب متحيز مصر. زوجي من العرب هذا. ايوه بس كده. انا بقى بصي انا جيتك بقى مره ثانيه. ايوه إذا كنت زعلانة أنشوف أنا اطلعي معايا. أنشوف اطلعي معايا.
عنده خبر ان سلامات هتشرف هنا وانتوا نايمين على ودانكم؟ اخص عليكم نسوان لمامه، انا الحق عليا اللي بعتمد على اشكال بيها زيكم. بقولك يا بنت، مين سلامات دي؟ سلامات دي يا اختي اللي انت بوظتي عليها الهروبه بتاعتها. انا اسود، طب وانت هتسيبوها تضربني؟ ينفع تضرب واحده مثل امك؟ وانا مالي يا اختي؟ مش انت اللي شكلتيها في الاول؟ اشربي بقى. وانت يا مزبوطه. وانا مالي يا اختي؟ دي وليه قويه ومفتريه، ماليش دعوه بحد. لا تتدعوا بقى، انتوا مناصر بقى، عندها حق بقى، عندها حق ولازم تعرف بقى ان سلامات سلامتها في الخلافه. قالت ايه يا وليه انطاع؟ ابو النبي يا بنت، تعالي اقعدي جنب. مالي بس بالراحه. سلامتك في غيابك. قالت ايه؟ قالت عليك ان انت وليا الاخر. يا نهار مش اسود. وبعدين كمان قالت ايه كمان؟ قالت عليك لو انت واقفه ورحنا شادين البنطلون هنلاقيك راجل. يخرب بيت ابوها. ايوه انا بقول اللي قدامي واللي قدامي ربنا. عارفه يا قطاطة، لولاكي كان زماني على عماية. لا وده كمان قالت ايه؟ قالت ام ياسر ايه دي كمان؟ ام ياسر ايه دي كمان يا محلي؟ أم ياسر دي تروحي كده تلعب في أي حاجة تانية، يا فاكر مرتاح هتحمي قطاطة؟ لو جت كده هضربها هي وقطاطة. ماشي، لولاكي كنت فضلت على عماية لحد ما المدعوة سلامات تشرف هنا في السجن ويبقى وشي في وشها من غير ما خطط لها ولا تكتك لها. أنا خدمتك أم ياسر، أم ياسر عايزاني أقعد في أي وقت. بقول لك يا قطاطة، ماشي هو أنت من النهاردة في حمايتي، وبالنسبه للطار اللي مبيتهولك المدعوه سلامات، لا مؤاخذه تبقى تبل وتشرب ميته. يا احمد يا نهار اسود، شفت الوليه حرشانه عملت ايه؟ بلفت ام ياسر وحطيتها تحت باطها، وقال ايه؟ هتخليها الفتوه بتاعتها. انوسه دي والعبان، شكلنا كده احنا التلاته مع بعض هنبقى منفجره. ده مش بعيد يا اختي تخلينا نمسح بلاط العنبر ونعمل لها حواجبها في السكه. جرايه مره منك ليها في ايه؟ ما بقاش اسم على مسمى، اما كعبلتها في مشوار وخليتها تروح ما ترجعش. ايه عدلي بقى كده؟ اهو بس تعدلي. حاضر خلاص كده مظبوط ولا ايه؟ ايوه ده كده مظبوط. ماشي يا قطاطة، ما عارفه يا حبيبي تعدلي من جوه. عارفه يا تيتا قطاطة؟ يوم تيتا قطاطة، هو صحيح جده ضفر لي شعري كذا مره، بس انتي بتضفرهولي زي ماما الله يرحمها بالظبط. زي ماما الله يرحمها؟ اللي ماتت؟ الله يرحمها. الله يرحمها. يعني اي حد في الدنيا ممكن يعمل لك التضفيره دي؟ اعملي عصره الاسد. لا يا قطاطة انا ما اقصدش، انا اقصد بس ان انتي فكرتيني بماما. مش يا حبيبتي بصي، رغم ان انا اكبر من ماما واعمل منها 13 ست، اني ما تقدري تعمليني زي ماما الله يرحمها. ما تقوليش الله يرحمها. انت اللي قلتيني. انت قلت الله يرحمها. انت قلت الله يرحمها. انت يا حبيبتي والله يا ايه ده يا ابويا رياض، انت وجهك مش فارق كده ليه؟ وشي؟ ماله؟ بس انا قلت لك روز. ماشي؟ ماشي. روز. اوكي. صلى على النبي كده. صلى على النبي. حطي بس ايوه صح، الخرم بيبقى فوق بتاع البراكير. نعم؟ يا سلام، ده انت عارفه ده زمان؟ ده انا ياما زوقت عرايس تستني عشان اظبط العروس. ياما ظبطت عرايس كانت تجي لي بقى العروسه من باب السحريه، وكنت ونبص كنت بجهزهم واديله العروسه كده في ايده واقول له خد سلم يا عم، كان بيعملوا ليله وبيجوني كل ليله خميس. بجد؟
ما هو المصحف كنت بزوقها والراجل كان بيتنفخ عندنا. تحطي ميك اب حلو جدا. بصي انا كنت يا طاطا دي مناخيري يا طاطا، ما انت بتحطي كويس اهو، بتلحوسي فوق ليه؟ ما هو وهو بقى اهو، انت حطيتي صح. انت بوقك مش مظبوط. ايوه بس كده عمي بقى كده حلو. نحب بس افرك. ايوه بس روحي بقى شوفي نفسك بقى في المراية وانت هتعرفي اللي عملتي ايه بقى. ماشي يلا. وانا دي لسه هزوق. ايه رايك بقى؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ تعالي هنا. في حاجة حصلت؟ عايزة رصة دي؟ انت عايزة رصة دي؟ ايه ده؟ انت انت بوظت المكياج؟ انا؟ انا برضه اللي بوظته؟ ايوه انت اللي بوظت المكياج. بس انا طيب بصي يعني نعمل غيره واحنا بنحكي ماشي؟ لا انا كده احكي حدوته. طيب ماشي. كده حدوته بتاعت الليمبي حبيبك. صح الليمبي حبيبك؟ ماشي قول يا حدوته قول. طيب انت كويسه والله. كان يا مكان يا سعد يا كرام ومليح ده الكلام ده بيجي للنبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. يا ثلاثة النبي يا ثلاثة النبي ده عباس بقى طريق مبسوط. عندكم مرسى؟ عندكم مرسى بعد من البيت؟ لا يا قطر. هو الحديد ده بتاع عباس؟ بس جده خلاص ما بقاش بيستخدمه. ليه؟ خلاص بقى. وقف من المركب دي بقى. وقفت؟ يا دادا لياقة وفتنس. يعني يبقى عندي عصب كده. لا يا حبيبتي. اسمعي بقى. اسمعي بقى. من ستك عطاطا خبرة السنين والليالي الطويلة اللي عملت مني أنا سيدة القصر. ها لياقة البيت في وسطها. ماضي؟ أنا متهيألي اللي بوظ صدري الحديد. عطاطا خايفة لحسن جده يسمع إن إحنا ممكن نهيص ونرقص وكده، هو بيكره الرقص جدا. يا بنت هو في بنتي ما بتعرفش ترقص؟ يلا 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 يا قطاطا انا بحب الرقص وكل حاجه بس جده بلا جد وبلا بركات. يلا يلا زبنا كده يلا رقص شغالين لي حاجه كده خلينا نهيص كده. طيب بس على مسؤوليتك. على مسؤوليتك يا قطاطا. انا مش ده مقصدي. قاعد عشان يعمل فيا ايه؟ هيحبسني؟ ما انا اهو محبوسه. يلا ما تبلاش. يلا هو ده الرقص ده؟ ايوه. ايه اللي انت بتشغله ده؟ مزيكا هاوس عادي يعني. هاوس؟ هي من ناحيه هاوس ما هي هاوس. هاوس؟ ايه يا بنت المزيكا دي؟ ده بيلعبوا المزيكا دول ولا بيكسروا العده بتاعتهم؟ قولي لي الاول. انت هتتجوزي مصري ولا خباجه؟ لو اتجوزت اكيد هتجوز مصري. مش خباجه يعني؟ لا. يبقى لازم تتعلمي الرقص المصري. I'm not interested يا قطاطا. ايه؟ I'm not interested. يعني يا اختي بتعزي اهتم ان انا افهمها. يعني اقصد مش متحمسة. مش متحمسة؟ طيب يا ست خليني معاكي. افرضي انت بقى مش متحمسة وطلع جوزك ها؟ صاحب مزاج كيفه انه يقعد كده وراجعي بالطبلية وحاطط الحجارة ومسك الجوزة وجايب بقى لفة الكباب والطرب بقى عشان في حاجات. بتعملي ايه وعندك رؤوسي؟ بتعملي ايه؟ هتعملي له كده اهو الحاجات دي كده وهتقعدي تعملي كده؟ تعرف هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيطلعك ويجيب اي كلبه من الشارع ويخليها ترقص. المهم ان هو يعدي الليله بتاعت السودا اللي بيعملها دي. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ بتعلمي الرقص الشرقي. يلا اعطيني حاجه اجري عشان خاطر تطمني عليها وطمنك عليها. طب يلا شوفي حاجه تمت عليها. حاضر بفكر. انت عمالة تورطي بدماغك اعطيني حاجه. خلاص عندي بتاعت الالوان. بتاعت الالوان؟ ده انا ما علمت حضرتك انت ايه؟ سامع يا جماد وزرور ذكي وتفريز. علبة الالوان. علبة الالوان. ابو النبي حلوة. ماشي. ها. انت راسي مراسة كاريوكا ولا سامية جمال؟ قصي سامية جمال. حددي يا قطاطا سامية جمال ولا كاريوكا تفرق. انت يا دي يا اختي بتعرفي تعملي الاثنين؟ انت عايزة ايه؟ كاريوكا انا قفشاها.
طب يلا يا اختي يلا وقف الكاريوكا مجموعة ممنوع كده من خيدك فوق ما في عظمة كده ها مجموعة مهم دي الحط اللي عشت على بعض طلع عشت دي بعض الصدي يا قطاطة انت بتفصليني ليه بتفصليني سخنت سخنت انت بترمي ايه من دي القاعدة بقى ده وسطي انت بعمالة ترمي حاجات كده من دي ازاي تقولي ده ارقص كاريوكا ما دي من كاريوكا فين فقال في الحتة دي الكاريوكا دي طب اللي بس انت وديها عمالتها فين الكاريوكا دي معرفش هي دي راسة الوسطي قطاطة بصي بصي يا حبيبتي دي راسة الحوامل دي واحدة خامل بتصعد الواد ما ينفعش هي لميس لأ طب بقول لك ايه انا مش متمكنه بصراحه قومي انت وريني هذا الواد انا هقوم انا وانا بخطري ما انا ببقى عايزه اسالها عشان اعرف مجرب انت رحت فين انا اهو ايوه اهو بصي بقى هو في الغرفه هو في كده الغرفه بتاعتي ديكي زيت هيك يوكا خلاص انت تروح بيه كده ادي كده ايوه يا انت تعملي كده عشان يبقى بيتي رقصة اني ميزة ماشي 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 هزوة انت كده بتنده الكلب خلاص ها كده بوزي بميزة ايوه تا 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 سكت ده جدو 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 ما قاعد تحت يا اختي بقى قبل بعد جدو هو يا قطاطة هو بتعملي ايه يا لميس؟ بنرقص يا جدو بترقص يا لميس مش ما في ما ترقص يا عباس بيه ايه في ايه ما ترقص انت يعني مراتك ما رقصت لكش لا طبعا عمرها ما رقصت ايه وعدك دي الله ما تقوليش انك مراتك ما رقصت لكش يا رقصت يبقى خلاص بقى يبقى سيب مسألة فقط بالبيت انا هنا سيدة الكاسر سيدة ايه سيدة الكاسر سيدة الكاسر يا جدو خلاص بقى اطلع بره بطلنا رقص اطلع بره في ايه؟ حاضر خلاص بقى كفايه رقص يا قطاطة اقعد شكرا انا تعبت بالراحة اقعد ايوه مجموعة خلاص بقى احنا رقصنا ولعبنا وهزرنا مجموعة ممكن بقى تكملي لي حدوتة الليمبي؟ الليمبي يا حبيبي اهو اهو كلمك اهو شايفاه يومي 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 أسأل غدوانا والنبي ترارارارارا أسأل مجلومة والنبي إيه قطاطة اللي عملتيه في قطي ده؟ مغسل هدومي هدومك؟ طب ما إحنا عندنا غسالة طب افرض النور قطع جوزك يعمل إيه؟ ينزل وسخ وسط النسوان والطريقة دي ويقول الست دي معفنة الست دي مش مهتمية بجوزها؟ يا قطاطة أنا مش متجوزة يا بنت أنت اللي تركزي لازم تتعلمي متجوزة أو مش متجوزة بصي لازم تتعلمي تعالي تعالي أجي؟ تعالي اقعدي يا بنت إيه؟ اقعدي امسكي الحتة دي امسكي لما عليك حاجة جوزك هيحبك عليها امراسي بقى كده أنت تغسلي فانيلة نملة انزلي اغسلي بإيدك كده كده هاتي عافية نادي هتعافي كده انت عارف يا بنتي كده بخش كده خلاص اهو مراتي جامد ايوه جميل قوي يا سوري يا نهار اسود ايوه مراتي كده ايه المصيبه دي في ايه؟ مراتي كده حلوه قوي في ايه؟ انت بتلبسها بقى انت بتعلميها ايه؟ انت يا بنت انت بعدين ايه بعدين ما تبقى ست بيت ست بيت؟ ايوه جواز ايه ونيلة ايه؟ وده ما تتجوز ما يبقى عندها شغالات يا سلام طب افرض بقى حصل ان انت جوزتها لحتة واحد محنك معهوش النهارده ايه؟ ايه؟ قومي بره قومي كلميني بره ايه يا جدو في ايه ما براحة شوية مالك قومي قومي يا ست قطاطة ايوه كده مين يا قلب اهو انا عارفة الارض من جنفلاتة مش راحة اهو راح فين طلع بره يلا طلع بره لو غبت عن خمس ساعات ماشي لو غبت عن خمس ساعات في قلب المكتب عنده بيتقال حقيقي يا قطاطة تعالي بقى ماشي يا ابني جاي اقول باب اللي مش عارف هو فين وبعدين اجي فين انت عايز ايه تعالي اقعد عايز اتكلم معاك انا مش عارف بس يعني ايوه اقعدي يا اختي اقعدي اهو ايوه
أنا منك مش عارفة إيه؟ نعم. أنت إيه اللي بتقوليه ده؟ أنا بقول إيه؟ أخذت اتجوزت واحد كحيان وتضمن وطير السلك، تعمل إيه؟ أنا اللي هو عباس هخلي حفيدتي تتجوز واحد كحيان ولا عدمان؟ ماخدي وادي حد ده من عمره، ما يمكن وانت قاعد دلوقتي وفرمك طول ماي وانت قاعد هتقدر تتكلم؟ ايه؟ ولا حدها معديه راح تخسرك كده وخلاص خلصت الحكايه، ما بقاش في عباس النهري ولا غيره، تعمل ايه؟ انت بتفولي عليا يا وليه اللي ايه ربنا ياخدك؟ يا راجل ولا بحبه ولا بتبين ولا بقول يا عباس بيه يا عباس بيه افهم شويه، البيت لازم تشوف وتعرف وتحب وتتحب. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه؟ حب ايه وتتحب ايه؟ البنت لسه صغيره. صغيره دي ايه يا عمر؟ ليه صغيره؟ انت عارف وانا في جنها كده كنت عامله ايه؟ كنت ماشي مع نص عساكر الانجليز في مصر. ده حفيدتي وانا مربيها تربيه صح. ما اخويا بقى ولا مربيها ولا منزلها ولا بتاع بقى انت مش عارف مفيش حد عارف يكلمك بعد بالبيت ولا ايه؟ ايه يا عباس؟ مالك؟ ما تفوق كده شويه. صحصح كده شويه يا عباس. انت جيت في مره كده لوحده كده رحت جايب لها صباع رز، جبت لها صباع رز مره كده انت فاكر؟ جيت في مره رحت جايب لها مسكره، جيت حسيتها في مره كده في مره من مرات كده ان هي بنتي وكبرت وبقت عروسه وبقت حلوه وطلبها الاكل وتقعد بقى تتشرط وتحط رجل على رجل وتقول لي انا مش عايز العريس ده، لا انا عايز العريس ده. فين الحاجات دي؟ انت جد انت؟ تخافش على كده. انا ما بحبش اسمع الكلام ده، تحكي حواديت وخلاص. خلاص يا اخويا ما انا بتاع انت بقى لك مش هيفهم معاك اي حاجه خالص كده، ما انت راجل ما تتعاشرش، طلعني انا مش سايقاك. وعده عده من الليالي ودي عسل شربات بتخش القلب كده يا اخي. ودي والنبي عرفتي على طول بتخش برضه جوه القلب. وكمان جمال وانوثه، تحبي منظمبلي، تحبي باديكير، مانيكير، ادعك في كعب رجليكي، اعمل لك مساج، انا بحبك قوي يا انوثه. والنبي عرفتي يا محسوره انا بحبك قد الكابينيه. اجيب لك تاكلي؟ لا ده مش نفسي هتاكل. هات حاضر يلا يا بنتي نحمده هات الاكل. هو انت على طول ما عاد الراجل ده معاك بعزم الزنجانه؟ يا اختي بخطيها ثواب، خدي كل. لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ لو ما كنتش انت تمتعني مين هيمتعني؟ نبي البنت دي صوتها حلو قوي، ممكن تعمل شريط قوي او لولو. يا اختي شربات كلي يا اختي كلي. لا انا هاكل بعدين بقى عشان خاطر انا نفسي دلوقتي مزوده. لا 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 كلي يا اختي كلي. وشك اصفر عامله زي الوحده لما تبقى نفسها بعد الولاده. كلي كلي يا اختي كلي. الاكل هيبرد بس كمان شويه عشان خاطر انا هيبرد الاكل. كلي بعد ما زدتي حاجه. كلي يا اختي كلي يا اختي كلي. قبل يا زيزي طعميه؟ لا فضلت خيرك كفته. نعم النبي والنبي كفته. كولي داني داني زلوتي زلوتي هل رأيك حلوة مش كده؟ كولي يا أختي حلوة قوي. كولي كولي افتحي مين؟
لميس؟ ايوه خميس مين؟ خميس؟ ايوه اللي جابك كده قال يا خميس في بيوت الناس المحترمه ده لوا يحبسك يا قطاطه. انت بتشوفي ناس احنا ما نعرفش عنها اي حاجه. خميس مين؟ انا لميس. لميس يا ده ايوه ده هو. ايه الرقم الجديد ده؟ شديد عبادي يا روحتي والله؟ الريحة دي بجزار. انت بتشربي سجاير؟ انا عصر سجاير؟ انا عصر سجاير؟ امال ايه اللي على الارض ده؟ اسمعها ده بتاع واضر. بتاع واضر بتيجي ترمي البلاستيك بتاع الزرع ده. كدابة كدابة. نوتي قطاطة نوتي قطاطة. نوتي قطاطة؟ اه. انا قلت فين؟ يعني انت وحشة. أنا والنبي وأنا وحشة، بنتي بقولك عبود فين اللي بتعمل كده معاها؟ مفيش أكل ومفيش شرب تاني. لا أنا عايز آكل. عايز تاكلي إيه؟ أنا عايز آكل بطاطس. بطاطس؟ بطاطس أنا بحبها. طب أروح أشوف في بطاطس ولا لأ؟ لازم أكلم وقولي بوات خميس نجيب لي بطاطس سجاير. تاني؟ أيوه عشان عايز أشرب سجاير داخل المسابقة. طب بصي هنزل أشوف السجاير والبطاطس على ما أنت تحضري لي حدوتة. ما حضرتك حدوتة في الحمام. ماشي ما أنت كنت لسه في الحمام. أنا حضر سجارة بقى. ماشي ماشي يا قطاطة. سجاير واحدة بس هي هبطلها. ماشي بس هتديني علبتين. ماشي ماشي. ليدو دو ليدو يومي 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 زي رزي زي زي يومي يومي زي أصعب وقدران يا وديري. يا قطاطة قطاطة افتحي بقى بليز. قطاطة جدو جدو جدو. أيوة يا عواطف. أيوة يا حبيبتي. تعالى يا جدو. تعالى تعالى. نعم. قطاطة بقى لها نص ساعة مش قادرة تفتح الحمام. يا نهار اسود. ايه؟ قطاطة اللي في دماغك ده مش هيحصل يا قطاطة. افتح الباب احسن لك. انا هفتح الباب. ها؟ هفتح الباب اهو يا قطاطة. طب ما الباب مفتوح. ماشي يا جدو بس ما اقدرش افتح. افرض مثلا قاعدة على التواليت. طب خش انت عشان عيب امنا. يلا قطاطة قطاطة. يا نهار اسود جدك من بكره هيبقى شاويش. البنت لسه صغيرة صغيرة صغيرة. عند امي لسه صغيرة صغيرة صغيرة. عالمية يا قطاطة. حرام عليك احنا قلبين عليك الدنيا اتخضتينا. لا ما تخبيش يا موسى. لا لا يا ما قمت في الترعة دي زمان. كنت انا بغطس من عند الترعة دي. رح نازل عند بيتنا فتحت الكمانين. الراس. نعم. اقلع. نعم. اعمل ايه؟ ايه ده بنزل المية حلوة اوي النهاردة. مجنونة دي ولا ايه؟ جدو من فضلك ما تكلمهاش كده. اتفضل خش جوه. ايه ده انت معاك حد هنا يا لموسة؟ نعم. انت بتستقبل يا ولية انت ولا ايه؟ جدو من فضلك قلت لك ادخل جوه. بقولك ايه خليني امشي عشان انا عايز البس الميو قطعة واحدة. ما اعرفش البس قدام الصبيان. صبيان؟ حاضر 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 يا انسة. انشنتي. اتفضل. شنشنتي؟ بزرع. البنت لسه صغيرة صغيرة صغيرة. الحب لسه صغيرة صغيرة صغيرة. معدمية. نزلي الماسك كده ها واطلعي بقى بالراحة وقفي قدامها. حول ولا قوة إلا بالله. الولية ولا كأنها شغالة في الفاعل. دماغها عليها مش نايمة. يلا ما باليد حيلة. أمر لله. أما قطاط أم قطاطة. مين بيلعب؟ بيلعب؟ أنا أم قطاطة.
أم قطاطة. يا عاد عايز إيه يا عاد؟ اصحي يا أم قطاطة. مين؟ اصحي معلش يا أم قطاطة، أصل خلاص وصلنا الفيل وإذا بنا ستة لمس مستنياك. يلا نزيدي. أنت نمتي؟ أم قطاطة. بيتك معلش إيدك السودة عايز إيه؟ معلش عشان خاطر الزلي، عشان ستة لمس مستنياك. طب يلا ارتاح للفيل. ماشي يلا بينا. يلا سير مش عارفة تاكل فين. حاضر أنا عارف. يلا نزل. حاضر نازل. يلا يا حيوان. نازل أهو. تلميذك أنت إيه؟ أنا هفتح لك أهو. أنا هفتح لك الباب. هفتح لي الباب. لا مؤاخذة أم قطاطة، بس الأوامر علينا كانت تفضلي أم قطاطة. الأمر لله يا حبيبي. أيوه. ايوه انا بقى هات لي خربتك على فرقان الزدري. لا مؤاخذه، انت على فرقان الزدري. ما خدتش بالي. ما انا ما انت عايز مني ايه بقى؟ مش عايز حاجه، انا عايز اقفل الباب بس. ما انت بتقفل الباب عايز تفرقني يا ابني. انا عندي دول. انت عبيط يا فندم. ايوه انا عبيط. انت بتتكلم كلام وانت مش عارف انت بتقول ايه. ايوه انا اللي غلطت. خش يا ام قطاطه خش. مريضه سلام. انت استنى. هتمشي كده اهو من غير ما تدعي لي. يا سلام يا ابني، روح ربنا ياخدك. ربنا ياخدني. بقول لك ادعي لي. نبدا دلوقتي بريحك. بدك ربنا ياخدك يريحك. صحيح. اسمع. طب ادعي لي. الهي خير بيتك. امين. الهي تغطس وتقب. امين. وتنزل في سلم. امين. وتودوني عم يحاول ابوك. امين. ويجعل يا رب كتير في ايدك قليل. امين. لا يا رب وانت بس كده ربنا يروح بيت ابويا يا رب. امين يا رب. امين. مع الف سلام. مع الف سلام. وربنا الست دي بتحبنا اكتر من امي. ربنا يولع فيك يا ابني انت وانت وامك. مع الف سلامه. مع الف سلامه. الف سلامه يا امه. مع السلامه يا ابني العريطه. الف سلامه. الف سلامه يا دريس. دريس بدي عواصم. مفيش هنا كوبس ولا أي حاجة؟ مدي عواطف؟ مدي رد؟ عباس؟ عباس؟ انت عفريت؟ عفريت؟ ما سمى ريحة الخدامة المعفرنة. ايوه تعالي يا رجال. انت اللي فتحت. 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 انتي بخدوني. احنا بنهزر معاكي. خدي قلبك على ايوه عم. ما تخدتي انت حد يخطف ولا حد يهزك. ده انا محضرالك مفاجأة. ده جده مسافر 3 ايام.
بيعرف يلغم مستشفى؟ لا لا، سافر سافر البلد. سافر البلد يعني يموت في وسط اهله؟ لا مش هيموت، هو سافر عادي. يعني هيروح مش هيرجع؟ لا هيرجع ان شاء الله بعد 3 ايام. ان شاء الله هيكبر يبقى في اللعبه دي. ماشي نعمل بلد نخده ونرميه من البلكونه. ماشي زي ما انت عايزه. ماشي. ليه يا طنط انا بهزر معاكي؟ قلت لك خلاص يا طنط. هو مين اللي بيتكلم؟ معلش معلش دي عوار. مين اللي بيتكلم؟ انت بتتكلم؟ ايه؟ هو البيت ده ما فيهوش حد يرد عليا ولا ايه؟ دقدق حرام عليك، ده مكان اكل عيش يا دقدق. فلوسي يا عواطي فاخدها النهارده. عيب يا دقدق، مفيش اصول كده برضه؟ مفيش اصول من النهارده يا عواطي. اهدى فلوسي اهدى. كده هيتكسر مننا حرام عليك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه الهيصه دي؟ اكسكيوز مي، انت تطلع مين؟ انا دقدق صاحب الدقدق. طب وعايز ايه انت دقدق؟ الست دي هي وابنها نصبوا عليا. ضيعت توك توك قوتي قوت عيالي، انا مش همشي من هنا قبل ما اخد حقي. حقك؟ طب وحقك ده يطلع ايه يا اسطى؟ 40,000 جنيه. يا ضلالي يا نصاب يا اونطاجي، 40,000 جنيه يا راجل؟ انت مش ممضي ابني على ايصال امانه بثمن التوك توك ب 20,000؟ ايه ده ايشي؟ ده كان زماني عواطف قبل ما تنرفز واجي هنا. ايه ده، هو انت بتتنرفز ب 20,000 جنيه؟ امال لو اتعصبت. اخرسي، مش عايز اسمع منك ولا كلمه. انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ابدا انك تطلعي نصابه. زي ما دخلتي البيت ده من الشارع هتطلعيه تاني. اتفضلي حالا تلمي هدومك وتطلعي بره يا كلبه. اخرسي ولا ولا بقى، يلا بره حيوانه. منك لله يا دقدق. بره حق يا هاني. سوري مستر دقدق، ما تقلقش خالص، اتفضل اتفضل. حقك هتاخده عشان البنت دي نصبت عليك. عارف نصبت عليك وهي شغاله في البيت ده، ودي كارثه لان البيت ده معروف عنده انه قلعه، قلعه الحق والمستحق. بجد مستر دقدق احنا بجد متاسفين، وير فيري سوري. خلص يا هاني، عايز حق فلوسي. اكيد حقك هتاخده. الله يرحمك يا انا. تعرف يا قسطى، عمر ما كان في نصاب ممكن يهوب ناحية البيت ده طول ما هي عايشة. طبعا هيهوب ازاي ده؟ كانت شديدة قوي، كانت قاسية، الكرباج ما كانش بيفارق ايديها. تصور حتى الخيل ما رحمتوش، كانت تفضل تنزل فيه ضرب ضرب، ومن كتر الكبت والقهر خرج من الاسطبل وخرج عن شعوره ودخل هنا في الهون في الحتة حالك قاعد فيها دي بالظبط، وفضل يدوس عليها ويهرس فيها لدرجة إنها لزقت في الأرض. كان منظر بشع هنا بالظبط في الحتة دي، كان منظر بشع بشع. ومن كتر ما لزقت فضلنا نكحت في الأرض، نكحت فيها كده لغاية ما دفناها في الإسطبل الور. الله يرحمك يا أنا. الحقيقة الخيل ما غلطش، المهم دلوقتي يا هانم البرادس ولقتلك عواطف وطفينها في الإسطبل. لا لا لا، عواطف دي خلاص طردتها. حضرتك يا أسطى تحب فلوسك كاش ولا تشيك؟ كاش 200 شال حيز يعني. اوكي شور، ثواني وتكون عندك. I miss you أنا. ده أكيد صورتها بعد ما الخيل هرسها. ربنا يحميك يا شيخة مطرح ما روحت. إيه السحنة دي؟ فوق من النور قطع. عفريت العفو والسماع، عفريت والدم يا رب، والنبي بتزوني والنبي بتزوني العفو والسماع. ايه رايك في شرطي؟ والبوسه فابر والنبي بتزوني والنبي بتزوني. ايه اللي جابك هنا عندنا؟ مننا والله انا كنت جاي اخد حقي، والله جاي اخد حقي. ايه تاخد حقك؟ كداب كداب. والنبي العفو والسماع، والنبي عايز امشي من هنا، انا عايز امشي من هنا والنبي عايز امشي. يا دوكو يا ابن المستكة، يا دوكو يا ابن المستكة، يا ابن حكالاتك متفبركة. جاي من خير ولا بشر؟ جاي من خير، جاي من خير والله، جاي من خير، جاي من خير. كداك نحن هنا
بالشر والمصحف جاي بالشر والله جاي بالشر. بس انت جاي بالشر. اه 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 يا صلاه امانه كنت جاي الصبح على عواطف ابنها انا عايز امشي بقى. مش انت اللي تقول انه استاذ عباد مدور بس ده والله مدور والله مدور والله مدور. محكمة الجن هي اللي هتقول وهتفسر المحكوم ويا من بعرض من بيت مدام 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 وجيت لما وجيت لك العيال تبيت بدل بني انا عدو بدل بني عدو على قبي بدل بعيال تبيت لك العيال. برافو قطقطة. شفت اللي خليته مع خايف ازاي؟ ربنا يخليك يا قطقوطة. خد يا موقوطة الوصل بتاعك اهو هرجع يا حاجتك بقى. الحمد لله ربنا يخليك ليا وما تحرمش منك. ايه ده نور اتقطع بجد؟ قالك هم خافين مني ليه؟ اح شفت انا خليت دوله ازاي؟ دوله ده كان بيرفس بعد ما العج وعمل ودي عملهم كده ومين كان اتخض؟ تيجي خد جدك؟ لا اقول ده بيتخض. لا حرام لحسن يحصل له حاجه مع ان انا نفسي اشوفه وهو مخدود. ايوه. عارفه يا قطاطة؟ ايوه. ان شاء الله لما ازمتك دي تعدي على خير هتبقي معايا هنا على طول. نعم كده وانا كده ليه؟ وانا كده على طول ده مفيش حاجه؟ انا عندي حالي ومحتالي. ايه حالك ومحتالك ده؟ انا عارف يا اختي انا سمعتهم بيقولوا كده. قطاطة هو انت اهلك فين؟ يعني ما عندكيش عم اخت اخ؟ انا اللي فاضله في العيله. يعني ما عندكيش؟ انا الوحيد اللي فاضله في العيله، كل العيله ماتت. انا بس اللي فاضله، مش عارفه ليه. يعني ما عندكيش حد خالص يا قطاطة؟ لا عندي. طب مين؟ انت يا لموسه. يا حبيبتي يا قطاطة انا كمان بحبك قوي والله وبتصعبي عليا. انا مبسوطه ان كل عيلتي ماتت ومفيش حد يحكمني ولا كسر يكسرني، ابقى كده انا حره. انت شفت الفيلم بتاع الحره؟ شفت. بتاع ابن محمد عزيز؟ شفته. شفتيه كان في معاه مين البطل بتاع الفيلم؟ لبنى عبد العزيز؟ ايوه شفته. متفقين ساكن. طب بقول لك ايه؟ ايوه. يلا احكي لي بقى. أكيد الفيلم بتاع لبنى عبد العزيز؟ لا حدوتة الليمبي. الليمبي؟ طيب يا اختي احكي لي. لما اختك الليمبي. أنا وليدي يا دموسة. نعم. هو أنت ممكن أسألك سؤال كده شخصي؟ اسألي. هو أنت بتطلبيني اللي عندك في عبد البيت عشان خاطر أحيي حدوتة ولا ليا شخصي؟ إيه ده؟ لا طبعًا يا قطاطة إزاي تقولي كده؟ عشان الحدوتة طبعًا. انت بدي تضحك عليا. بس معاك يا قطاطة انا بحبك قوي انت وهو. انت وهو مين؟ الليمبي. ما هو الليمبي اهو جاي اهو جاي بعيده. اتفضل معايا. ايه يا فندم؟ في ايه؟ في ايه حد بالظبط؟ البيه نصاب وسرق فلوس الغلابه هاني. الكلام ده صحيح يا شعبان؟ ابدا يا جيجي يا حبيبتي. والله انا طول عمري ماشي بالقانون يا حضره الظابط. اتفضل معايا وبلاش شوشره. في يا بوبي. اتفضل معايا. أنا على ثقة يا سيادة القاضي، بل واثق، بل أقف على الحقيقة نفسها من أن الأوراق التي أمامكم وما تحويه من معلومات قيمة قام بجمعها محام قادر على أن يفرض نفسه في الساحة القانونية بأكملها. سيدي القاضي، أنا كنتش بنام حضرتك، ما كنتش بنام. الأسود اللي تحت عيني ده معلومات بجمعها سيادة القاضي عشان يبقى أمامكم معلومات قيمة قدر بلا أدنى شك براءة موكلتي مما منسوب إليها من تهم. سيد القاضي،
وتبين بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة والإثباتات القانعة أن المدعو شعبان حافظ مبروك هو المجرم الحقيقي. أيوة. سيد القاضي، أنا كده خلصت مرافعتي وأعتقد أن أنا عملت مرافعة تقيلة قوي. سوري. تفضل يا أستاذ. بس أنا قفلت القضية، قفلت القضية. تفضل يا أستاذ، تفضل. النيابة عنها أي إضافة؟ سيادة القاضي، حضرات المستشارين، لقد رأت النيابة بعد الاطلاع على المستجدات في مستندات القضية وبعد سماع اعتراف كل من شعبان حافظ مبروك وسمير مصطفى مدبولي وشهادة ليلى أمين البرعي، فقد استقر في يقين النيابة أن المدعوة أطاطا عطعوط الزو قد تم التغرير بها فعلا، وأن فعل القضية لم يكن أبدا صادرا عنها. سكوت سكوت. بس انت رئيس الجمهورية، ممكن أقول حاجة قبل ما تصدر حكمك عليا؟ عايزة تقولي إيه يا ست أطاطا؟ أنا واحدة ست زي أي ست، سر كتير وراح كتير وجاك كتير، عاشت حياتها بالطول والعمق. ايه ده ايه ده ايه يا استاذ ده؟ مالها دي؟ معلش يا سيادة القاضي، يعني السيدة كبيرة في السن، فهي كانت مطبقة نامت شوية يعني. سيبوني بقى. بعد الاطلاع على أوراق القضية رقم 3456 لسنة 2014 وبعد قراءة اعترافات المتهمين التي أدلوا بها أمام النيابة العامة، قررت المحكمة بمعاقبة كل من شعبان حافظ مبروك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة سمير مصطفى مدبولي بالسجن لمدة عام مع مصادرة جميع ممتلكاتهم وبراءة المتهمة أطاطا عطوط الزو من التهمة المنسوبة إليها. رفعة لكلف. يا سابوني عطية. نعم يا عطية. الجنرية اللي جايبة الجلزليزي، ودي البطانية الحريرية اللي كانت بتقطع وشنا. كفارة يا قطاطة، مش عايزين نشوفك هنا تاني. ولا أنا عايز أشوفك يا أختي. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. بالسلامة يا حبيبتي. الله يبارك لك يا رب. وانا مكير. ايوه يا اما انا وراك اهو مكير. انا معاك اهو. انا اهو تعالي ده الحته دي، تعالي يلا عشان نمشي. ايوه اما قطعت. ايوه بقولك ايه. ايوه كنت عايز اقول ايه؟ كنت عايز ونسيت. أنت ايه بقولك ايه؟ هو احنا كده خلاص سلمنا على كل اللي في السجن كل الناس؟ يا سواد، ده انت سلمت على كل الدنيا، ده انت سلمت على الحيطان بالمسلح اللي فيه. أيوة بس في واحد ما سلمش عليا يا عمر. مين؟ في عباس بتاعه. ايوه عباس باشي فتلك العربية وقال لي وصل أم قطط الحتة اللي عايزاها. أنت عايز تروح فين؟ بروح؟ أيوة وأنا؟ أيوة كده ضحكوا عليا كده وخشوا عليا من الحنجر والبنجل. أنا مش ليا حاجات مع بالفيلا هناك. ليك إيه؟ ليا فساتين بتاعة الجهاز بتاعي. يا سوادي فساتين إيه أم قطط بقى؟ هو ده من فستان الدخلة هناك. فستان الدخلة ده شكله إيه ده؟ شكله ده بيقولوا لي فرنكي. فرنكي؟ فرنكي أيوة. ده إزاي ده؟ فرنكي فوق الركبة. طيب هنروح نجيبه. يلا 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 اركب. أنا أسوق. خد. أسوق أنا المرة دي. سوق. ماشي؟ اللي أنت عايزاه. هي إيه الزيطة اللي في إيدك دي؟ لا دي الجزمة بتاعتك دي. لما نعرف عنها حاجة. يا لهوي. هات هات. ولا نرميها؟ اللي أنت عايزاه. يلا. يلا.
إذا الدركسيون السارة. لا لا ما تقلقيش، أنا في واحد قدام شايله. هات المفتاح بقى. طب وصلوا يا جماعة. يلا. يلا اطلع. يلا اتكل على الله. خلي بالك. أيوة أهو. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده ركيب. أيوة أنا أهو. ركيب. أنا جوة العربية معاك أهو. يا واد راح فين يا ركيب؟ يا ركيب. يا بنت هات الجنبية دي وديها بعد بالبوق وجع. حاضر. ودي هناك أخرى. وربطي سرك معايا. أيوة مين؟ أدخل. لنحوي. هتزيدوك البنات. ثم أنا جاي أسلم عليك يا قطعيته. يا حبيبي يا غدرة. أنا عارف إن الفراق صعب. بس اوعى اوعى تضعف وتمشي وتسكر بقى وتمشي ورا شهواتك عشان تنساني. انت بتقول ايه يا قطايط؟ بهزر معاك يا واد، بهزر معاك. لازم تكون مفهوم انك في اللحظه اللي ظهرت فيها في حياتنا خلتني انا شخصيا احس بالحياه. انا اتعلمت منك درس سهل وبسيط ما شفتوش ولا عرفته في أي كتاب من الكتب اللي أنا قريتها، إن أسمى غاية في حياة الإنسان إنه يخلي اللي حواليه مبسوطين. يقول بعد محني فؤاد يا بوزة بوزة. مع السلامة يا حبيبي. تكلم الخير. ما؟ مع ألف سلامة. نبعد ممكن بقى عارف انت بتهيأتي لي. تعالي اقطط اوعيك حاجه. تعالي بقى. ده تبعد الست الوحشه دي. دي الحاجه الوحيده اللي هتفضل هنا عشان افضل فاكراكي. انت هتزعلي؟ ما تبصيلي انا وانت بتكلميني. تعالي ايه يا بنت انت اللي اما اكلمك تقف تكلميني هنا. حاضر. دي بتعيط لي دلوقتي. انا عندي برد. بتكذب اهو انا شايفاكي عبيطة. بدل ما تفرحي ببراعة تفرحي ببراعة. انا اكتر واحدة في الدنيا دي فرحانة لكم من قلبي والله. بتعيط لي دلوقتي عشان اتعودت عليكي خلاص. اتعودت على كلامك، اتعودت على نصايحك ليا وحنيتك عليا. انت طيبه قوي يا قطاطه والله العظيم. انت عوضتيني الحرمان اللي انا اتحرمته من ماما الله يرحمها. مش عايزاني ازعل يعني وانت ماشيه؟ عارفه يا بنت، عارفه لو الزمن يرجع بيا شويه كنت اخطف ابوك من امك واتجوزه واخلفك عشان تبقي بنتي. هتوحشيني يا قطوطه وهيوحشني حواديتك. حزتك هذا حدوتك. حزتك هذا حدوتك. اوعي اوعي تخلي حد يغير في حدوتك ابدا. فهمت حاضر. I got it. يعني فهمت. طب انت مش عايزه اني اعمل لك اي حاجه دلوقتي؟ ايوه عايزه. عايزه ايه؟ بطاطس. بطاطس؟ ايوه كرهتيني في البطاطس. حبيبتي بموتك. فضربت من نفسي. حاضر. اوعي 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 اوعي. خلاص. يلا يا طاطس. ايوه. يلا بقى خلصينا. هات. بس بقى يا بنت ما تعيطيش بقى. خلاص مش هعيط. لا خليني حاجة. لا ما تعيطيش تحت. ما تحكيش عليا وتقولي لي ده زكام وكده. لا خلاص. عباس بيه؟ سطرتني ومرقتني. برافو يا شيخ.
اللي من عندك الوحش. الميز دي ما اللي بالك منها؟ عارف ليه؟ عشان انا ما عندهاش ام. هتحكي من اسرارها دلوقتي؟ كل خيرك، خليك انت سرها يا حبيبي. ها؟ خليك امها وابوها وجدها وصاحبها. صاحبها عطيه زي الفل. بس يا حبيبي احنا بنشتغل عشان نعيش، مش بنعيش عشان نشتغل. خلينا شويه من وقتك يا حبيبي، ربنا يستر عليك. شوف اليوم خير. بنت عواطي في خدام. ايوه. لكن بوجه. بيسالك ليه المرة بتسالك ابيض. ايوه يا ست بطاطا. انت فين يا بطاطا؟ انا هنا لك ضربة الدم. اهو زغطت البط؟ لا لسه ما زغطتش البط يا ست بطاطا. هو مين اللي بيتكلم فيكم؟ انا سليمان الطباخ اللي بتكلم يا ست بطاطا. طب يلا روح زغط البط وافطر معاه بالمرة. حاضر. يلا. حاضر. يلا. ايه؟ ايه؟ ظبط ايدك هتحرق اللحم. انت هتعمل لي فيها دكتور في دي كمان؟ احترم نفسك يا عباس. احترم نفسك يا اسماعيل اللي حطك على الجريلا. عباس. اسماعيل. عباس. وبعدين ولا ام بوسه يا كسر دماغك الاثنين. ما هو اللي بي بس بقى خلاص. قطاطا. ها. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه رسمتها وحشه؟ هي البويه وقعت على اللوحه ولا ايه؟ لا انا رسمتها كده. رسمتها زي ما ترفصي وانت بايديكي كده؟ حرام عليكي يا قطاطا، يعني وحشه؟ بس بقى ايه دي؟ العاصفه. العاصفة؟ ايوه. يلا اي حاجة في الواحدة وخلاص. ماشي. مريم كتير. ايوه يا ام قطاطا. بيواد الزرزة كانت انا فوق وانا قاعدة. ولا مؤاخذة يا ام. تعالى كده كانت ضربة الدم النقالة اللي تنقلك من هنا لهنا ما تعرف الدرفين. اهدين. انت عواطف. انت مثل عواطف. سبحان الله عواطف. ايه. حنيت يا بنت. حنيت وحشك الاسم القديم يا خدامة. يا بنت يا خدامة قومي يلا. انا هنا سيدة القصر. سيدة القصر؟ خلاص يا قطاطا، انت ما بقتش سيدة القصر، بقيتي سيدة الكسر. يلا يا كسر حقك في بقك يجوعك يروحك. يلا بتمشي امي. يلا قطاطا. قولي يا جماعة قطاطا. ممكن رجليكي؟ ده انت ممكن اي حاجة، ممكن الجوسك كلها. لا انا عايزة رجليك. اي حاجة خديها يا حبيبتي، انا تحت امرك، انت احلى حاجة في البيت ده. ميرسي يا قمر. البيت ده كله عايزة ترش جاز كده؟ حبيبتي في واحد واحد. حبيبتي يا قطقوطة. ايوه يا حبيبتي. هكتب عليها ممكن؟ تكتبي عليها؟ ايوه. طب مش تخطبيها الاول؟ لا هكتب لك للذكرى عشان تفتكريني. للذكرى؟ ليه انتوا هتدفنوها ولا ايه؟ لا هتبقى مدفنه ايه؟ هكتب لك عشان تفتكريني. انا كل ما اقعد اقراها هفتكرها؟ يعني هتفضل طول العمر ولا ايه؟ لا ان شاء الله تخفي. بقول لك ايه؟ ايوه. هي حواديت اللمبي اللي انت حكيتيها لي دي. لمبي يا حبيبي يا لمبي. لا لا تعالي تعالي سنودي يا حبيبي يا لمبي والحاجات دي. لا إيه؟ عايزه افهم دي كلها حقيقي ولا مألفاها من دماغك؟ بس يا لميس قول. اتنين اسود قاعدين مع بعض بيتكلموا، تفتكري يعني هيبقى ايه؟ ها؟ او كان ابن اسود. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.